هنالك في الحديث لا بأس أن نذكر هذا الحديث الذي سمعته من بعض العلماء، يقول إن العبد يؤمر به إلى النار، هذا فشل، فشل في الحساب النهائي، يؤمر به إلى النار، ملائكة العذاب يجون يأخذون هذا الرجل إلى النار. وإذا بهذا العبد يلتفت التفاته، مثل واحد يأخذه إلى السجن مثلا، ولكن هو يفكر ماكو باب للنجاة، ماكو منفى، ماكو طريقة. هذا العبد بعد يشوف أنه دا يأخذه إلى النار، يلتفت يمين شمال، ماكو منفذ، ماكو طريقة للنجاة، أكو أمل، ماكو أمل. فيقول الله تعالى لملائكته أوقفوا هذا العبد، فيقفون بالعبد. فيقول الله تعالى لهذا العبد لما التفت؟ قال يا رب أنا ما كان هذا ظني بك، أنا كنت أأمل أمل أنه بالنتيجة يشملني عفوك ورحمتك. فيقول الله تعالى لملائكته لو أن فتشوا في ديوان هذا العبد إذا وجدتم في ديوانه أنه عفى عن أحد من خلقي فلا تدخلوه ناري. عندنا هذه الصفة حقيقة، عندنا عداوات، احنا افراد اساءوا الينا، الزوج اساء لزوجته، الزوجة اساءت لزوجها، الشريك اساء لشريكه، الاولاد اساءوا لابيهم، الاب اساء لاولاده. عندنا هذه القدرة انه واحد يقعد في لحظة واحدة لأجل الله، هاي المرتبة العليا، أو لأجل أن يعفو الله عنه، يقول أنا أنهيت هذه القضية، أنا عفوت عنه، انتهت القضية. عندنا هذه القدرة؟ الله تعالى يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مثل ما تحبون أن الله تعالى يغفر لكم اغفروا للآخرين، تجاوزوا عنه. أساء 20 عام 30 عام، في لحظة واحدة واحد يصمم إنهاء هذا الملف، إغلاق هذا الملف.